قلت اشوف التجربه. الناس بدات تتكلم عن السحر في افريقيا. منزل احد نجوم كره القدم الكاميرونيه روجي ميلا، زكريا الوردي او سامسون اكينولا، ولا هم فرجاني ساسي ولا اشرف بن شرقي. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. ماهر جنينه نجم الكواليس الافريقيه، شرفنا ماهر. اهلا بحضرتك كابتن سيف، اخبارك ايه؟ كله بخير الحمد لله. كويس؟ كله تمام الحمد لله. بكره الدنيا ايه توقعاتك؟ لا ان شاء الله منتخب مصر يعني يقدر يعدي. هو لقاء ليس بالسهل، منتخب كاب فيردي ظهر بشكل جيد في البطوله، بوبيستا عامل شغل كويس جدا مع الفريق، جاب مجموعه من اللعيبه. عايز اقول لك ان في لعيبه قبل البطوله دي اعتذرت، يعني كان في حارس مرمى فاريلا بيلعب في الدوري البرتغالي اعتذر ان هو يلعب، ومجموعه اخرى من اللعيبه اعتذرت. ما كانوش مفكرين ان منتخب كاب فيردي ان هو يمشي بالنتائج دي او يعمل النتائج دي في انطلاقته القويه في بطوله الامم الافريقيه، خصوصا الانطلاقه القويه اللي كانت امام غانا هي اللي غيرت مجرى الامور في المجموعه. البطوله دي خارج التوقعات خلاص. هي بطوله خارج التوقعات، او خلينا نقول ان المنتخبات الافريقيه بدات تتغير، المنتخبات الافريقيه بدا شكلها يكون مختلف. النهارده المنتخبات الافريقيه عندها قاعده كبيره جدا من اللعيبه المحترفه، قاعده كبيره من اللعيبه اللي بتلعب في افضل الانديه في اوروبا. اللاعب الافريقي النهارده قيمته التسويقيه اصبحت عاليه جدا. النهارده بنبص على منتخبات افريقيه في دول صغيره عندهم عدد كبير جدا من المحترفين. فاكر اخر لقاء معاك قلت لك ان احنا خريطه الكره الافريقيه اتغيرت، وطلعنا سلوجن هنا وقلنا ان الفرق هتتغير، مفيش توقعات، وخلي بالك من الفخ ده. بالظبط بالظبط، هي البطوله دي بتثبت لنا النقطه دي، البطوله دي بتثبت لنا ان المدرب اللي بيعتمد على مجموعه من اللعيبه الجدد، اللعيبه الصغيره، الشبان، اللعيبه المحترفه في اوروبا بيفرقوا كتير جدا مع منتخبات بلادهم عن اللعيبه المحليه. ممكن لو بصيت على منتخب زي منتخب كاب فيردي هتلاقي اللعيبه اللي بتلعب فيه لعيبه بتلعب في اوروبا، او مش بتلعب في انديه كبيره، لكن عندهم خبرات كبيره جدا قدروا من خلالها ان هم يعملوا نتيجه ايجابيه مع منتخب غانا، ثم الفوز على موزمبيق، وكمان بيظهروا بشكل قوي جدا. وخليني اقول لحضرتك على حاجه، يعني بوبيستا تحديدا انا كنت معاه وقعدت معاه حوالي 8 ايام قبل كده في احد الدول الافريقيه، وكان بيتكلم معايا عن منتخب كاب فيردي، وانا كنت شايف منتخب كاب فيردي بعيد جدا. قال لي انا هاجي في وقت من الاوقات هنافس على بطوله الامم الافريقيه، وهمشي بالفريق وهعمل فريق جيد جدا. قلت له طب انت عندك عدد السكان دلوقتي مثلا في كاب فيردي حوالي 450 الف نسمه بس، قاعده الاختيارات عندك ضعيفه. قال لي انا عندي مجموعه من اللعيبه في دوريات صغيره في البرتغال، ببدا ادخلهم الفريق واحده واحده، وانا خلال سنوات، الكلام ده كنا قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية في الكاميرون، وكنا هناك لمدة 8 أيام في الكاميرون. انت عايز تقول إن الناس دي بتشتغل بقالها سنين، شغالين بقالهم سنين عشان المشروع اللي هو بيعمله دلوقتي. طيب لو الناس دلوقتي في أسئلة مهمة أو بالنسبة لأهم أسئلة مش عايز تسمع غيرها، بكرة كاب فيردي بعد ما ضمن وصوله بالست نقاط هيلعب بالفريق الأساسي؟ هيلعب بالفريق الأساسي. بوبيستا من نوعيه المدربين، ربنا يطمنك. انا بقول لحضرتك انا بقول لحضرتك الحقيقه، يعني الراجل ده مدرب يعني ظهر على الساحه الافريقيه منذ سنوات، رغم انه معاه فرقه بامكانيات يعني تسويقيه محدوده، عناصر اللعيبه اسعارهم حتى، يعني لو كلمتك على فوزينها حارس المرمى اللي عنده 37 سنه قيمته التسويقيه 75000 يورو، لو بصيت على القيمة التسويقية للفريق ده هتلاقي القيمة التسويقية ضعيفة جدا. هو المدرب ده كان جاي مصر فعلا؟ اه للفريق مصري؟ لا، المدرب ده بعد النجاح الكبير اللي عمله في بطولة الأمم الأفريقية وبعد أول ماتشين بدأ اسمه يتطرح، وفعلا اسمه اتطرح على أحد الأندية المصرية. نادي إيه؟ الزمالك. يعني نادي الزمالك. نادي الزمالك. اه ده فين؟ في توقيت ايه؟ بعد المباراة التانية على طول، بعد المباراة التانية اسمه اتطرح على نادي المباراة التفلوتية؟ بعد مباراة موزمبيق. اه بعد يعني الارقام اللي في كلام وفي كلام وفي كلام انه استيل ممكن ايه يعني الزمالك بيتفاوض مع اكتر من مدرب واكتر من خيار، يعني الزمالك عنده كذا اسم، والزمالك يعني حد فتح معاه الحديث اصلا، اتفتح معاه الحديث، لكن الراجل برضو مركز مع لقاء مصر بشكل جيد جدا وعايز يعمل نتيجه، وهو الراجل طموحه حتى لو بصيت على منظر المعسكر بتاعهم هتلاقي الناس رأس كل يوم في المطعم وفرحانين بالنتائج اللي بيعملوها، حاجه ما كانتش متوقعه. درجه الحراره تأثر على الفرق؟ والله خليني اقول لك يا كابتن، يعني
درجه اكيد درجه الحراره بتاثر، بس هي في فرقتين بيلعبوا بتاثر، التاثير بيكون على الفرقتين في نفس الوقت. منتخب زي منتخب المغرب عندهم دكتور فرنسي قال احنا عشان نتاقلم مع الجو في دراسه بتقول ان احنا لازم نروح قبلها ب 10 ايام، وبالفعل راحوا قبلها ب 10 ايام. النهارده المنتخب المغربي داخل منتخب كاس فيردي بعد منتخب كاس فيردي بالظبط، ده داخل المعسكر عندهم هناك. فبقول لحضرتك دكتور منتخب المغرب صمم ان منتخب المغرب يروح قبل البطوله ب 10 ايام عشان في دراسه بتقول ان يعني جسم الانسان بيتاقلم على درجه الحراره والرطوبه خلال مده 10 ايام، وبالفعل المغرب راح. النهارده المغرب كانت بتلعب قصاد منتخب كونغو الديمقراطيه، وفي الشوط الثاني حصل انخفاض بدني بشكل كبير جدا، وكونغو الديمقراطيه كانت ممكن تغلب المغرب، لكن تاثير درجه الحراره بيكون على الفرقتين دايما، مش بيكون العناصر المؤثره في تشكيله بكره. ريان واحد منهم، راشز واحد منهم. يعني بص خليني اقول لحضرتك حاجه، يعني منتخب كاب فيردي عنده ريان مينديز. ريان مينديز واحد من اللعيبه الخبرات اللي في الفرقه، بقى لاعب كان بيلعب في نوتنغهام فورست، لاعب عنده 34 سنة رايح يلعب البطولة، الناس كلها كانت بتقول لاعب كبير في السن، لا لاعب أصبح من أهم اللعيبة في الفريق. شفناه في لقاء موزمبيق بياخد جائزة أفضل لاعب وبيسجل ولاعب مهاري. عندهم جوفاني بيلعب في الدوري الإيطالي هو الآخر، عندهم بيبي في الخط الأمامي، ده جوفاني مينديز اللي هو أحد الأعمدة الأساسية ونجم الفريق في الوقت الحالي، عندهم موريرا، عندهم باولو، أسماء كتيرة. ولكن انا باكد لك ان الراجل ده بوبيستا تفكيره مش ان هو مش عايز يفرط في لقاء منتخب مصر، او ان هو هيجيب تشكيله تانية او هيغير عناصر كتير. الراجل هيعتمد على مجموعه العناصر الاساسيه اللي جابت له الست نقط، وعايز يثبت نفسه وعايز يروح في حته بعيده في بطوله الامم الافريقيه، ومش هيكون في تغييرات كتير في التشكيل، مش هيلعب في التشكيل. ماشي. محمد قدوس. محمد قدوس يعني كان كل الناس بتتكلم ان محمد قدوس مش هيلعب، وانت الوحيد اللي قلت هيلعب. كان كل الناس بتقول ان محمد قدوس مش هيلعب لقاء مصر وغانا، ومحمد قدوس لعب لقاء مصر وغانا، ودي نقطة تحديدا يعني عايز اتكلم فيها، ان كنت حاسس ان منتخب مصر ما كانش دارس منتخب غانا بالشكل المطلوب، او ما كناش عارفين ان محمد قدوس لعب زي ده مهم خطر هيبدا اللقاء ولا لا، واللعب زي ده جاي من اصابة ويرجع ويسجل فيك هدفين. بس ازاي منتخب غانا يعني ضعيف جدا، يعني انا متضايق وصعبان عليا وانا بقول الجمله دي، لان كان المفروض منتخبنا خلص بدري المباراه. ضعيف جدا، يعني فين منتخب غانا اللي فين الاسم اللي كنا بنتكلم عنه؟ منتخب غانا السنوات الماضيه كلها مر بمشاكل كبيره. بدات المشاكل حكايه تغيير المدربين وتغيير الاتحادات ومشكله يعني في بعض المشاكل الداخليه اللي حصلت تحديدا مع رئيس الاتحاد ووقائع الرشوه اللي كانت هناك في غانا. بداوا يغيروا فكرهم، راحوا كاس العالم جابوا اوتو اودو المدرب المحلي اللي كان بيدرب فيه الدوري الالماني، تولى الاداره الفنيه في كاس العالم، وكريس هاوتن المدرب الحالي كان هو المدير الرياضي وقتها. بعد البطولة مباشرة كريس هاوتن تولى الإدارة الفنية وأصبح المدير الفني. بعد ما كريس هاوتن أصبح المدير الفني مع فريق غانا، بدأ يلم شمل الفريق شوية، بدأ يخلي مجموعة من العناصر الموجودة وأصحاب الخبرة، وبدأ يدخل عناصر جديدة. محمد قدوس واحد من العناصر اللي ظهرت في كاس العالم بشكل قوي، اشاميرو كمان اللي بيلعب في الدوري البلجيكي واحد من العناصر المؤثره. وعايز اقول لك نقطه يا كابتن سيف، منتخب غانا منتخب مش سهل برضه، يعني منتخب غانا قدر يلعب قصاد منتخب مصر. منتخب غانا منتخب موزمبيق مباراه تحصيل حاصل من وجهه نظرك؟ لا اكيد مش تحصيل يعني حاصل، هي مباراه لغانا ولا موزمبيق في الجيم؟ لا يعني هي موزمبيق اكيد في الجيم برضه بالنتائج اللي بتحصل وباللخبطه اللي احنا شايفينها في النتائج دي. لا المنتخبات بتتطور، كل مباراه لها شكلها. يعني النهارده كان في لقاء تنزانيا وزامبيا، احنا مستنيين نتفرج على زامبيا تجيب عدد كبير من الاهداف، اللقاء بينتهي بالتعادل. صح. المغرب والكونغو الديمقراطيه، الكونغو الديمقراطيه بتتعادل مع المغرب. صح. وكمان بتضيع ضربه جزاء. بيرستاو النهارده بيقدم اوراق اعتماده لمنتخب جنوب افريقيا. اكيد يعني بعد ضياع ضربه الجزاء في اللقاء الماضي، وكان في حديث من مدرب جنوب افريقيا هوجو بروس مع بيرستاو، ودعم كبير جدا من اللعيبه في منتخب جنوب افريقيا لبيرستاو، واتكلموا معاه. النهارده اول ما جت ضربه الجزاء الناس قالت لا بيرستاو مش هيسدد. مين اللي كان معروض على الاهلي والزمالك؟ بص يا كابتن، الاهلي والزمالك دول اتعرض عليهم اكتر من لعيب، وكل يعني كل اللعيبه اللي اتعرضت علينا عدوا. واحد زي فيكتور اوسمن اتعرض على الاهلي والزمالك ومكسر الدنيا في نابولي ومع منتخب نابولي. اتعرض عليهم سنه 2017، كان ايمانويل اومونكي وقتها هو اللي اكتشفه في الوقت ده، واتعرض على الاهلي والزمالك وبنرفض لعيبه. يعني
اوباميانج اتعرض على الاهلي والزمالك وغيرهم وغيرهم. انا هديك بقى مثال كمان يا كابتن على لعيب اتعرض على الاهلي والزمالك، واللاعب ده يعني انا شاهد على القصه دي كلها. في لاعب اسمه فارس بيمي، الناس كلها ممكن ما تكونش عارفاه، ويمكن انا اتكلمت مع حضرتك عليه قبل كده في حلقه من الحلقات. فارس بيمي مضى النهارده لمارسيليا. فارس بيمي ده كان بيلعب في اكاديميه صغيره في الكاميرون، وكانت كريستال بالاس بيدوروا على نجوم ومواهب ومش لاقين. جه في اخر يوم شافوه قال لك احنا عايزين اللعيب ده. قبل ما يروح، هو اللاعب اللي امامنا على الشاشه ده فارس بيمي، وده تحديدا كان في سنه 2017، ودوه نادي في امريكا. بعد ما راح النادي اللي في امريكا ده نقلوه النرويج، النهارده بيوقع مع كريستال بالاس، قبل اسف بيوقع مع مارسيليا. قبل ما ينتقل الى النرويج تعرض على الاهلي والزمالك وتم رفضه من جانب الاهلي والزمالك، واصبح النهارده واحد من اهم الاعمده الاساسيه في منتخب الكاميرون. علي معلول، يعني علي معلول يظل لاعب كبير صاحب خبره، زي هو بيرسيتاو اليو ديانج. الاهلي عنده مفاتيح كتير او لعيبه كتير، كل صفقات الاهلي موجوده، يعني الاجنبيه بتلعب في بطوله الامم الافريقيه ولاعيبه مؤثره، ولكن من ضمن اللعيبه المؤثره دي كلها اهمها واللي بيتالق في الوقت الحالي هو بيرسيتاو. وبعد التالق كمان بتاع لقاء النهارده، منتخب جنوب افريقيا قدم لقاء بيورينا ان هو مستواه اتغير تماما عن اللقاء الماضي. توقعاتك الماتش بكره؟ ان شاء الله، يعني ان شاء الله منتخب مصر ماتش مش سهل. يظل منتخب كاب فيردي منتخب قوي، ولكن منتخب مصر هو اللي مش في مستواه. منتخب مصر في مستواه نقدر نغلب كاب فيردي. سبحان مغير الاحوال، يعني سبحان منتخب كاب فيردي مباراه ليست بالسهل، ولكن ان شاء الله باذن الله منتخبنا يعبر بكره. نبتدي ان شاء الله باذن الله نتكلم في حديث تاني. ماهر شرفتني ونورتني. شكرا كابتن سيف. شكرا جزيلا. شكرا كابتن. بعد الفاصل يوسف اسامه نبيه نجم نادي بيراميدز والزمالك سابقا، وحديث خاص جدا. بشكر طبعا نجمنا ماهر جنينه. اشوفكم بعد الفاصل.